صابر، ازاي حضرتك؟ وحشنا جدا وشكرا جزيلا ان انت اتحت لنا الفرصه ان احنا نتكلم مع حضرتك في الحلقه البسيطه دي، واللي هي مدتها مش طويله قوي، لان انا عارف ان حضرتك عندك حاجات كتير جدا جدا جدا. ويسعدنا طبعا ان احنا نلتقي مع مدرب من افضل مدربي مصر والشرقيه، خرج على ايدك لاعبين كتير، فطبعا هتكون حلقه شيقه. اهلا وسهلا. خرج على ايدك لاعبين كتير، فطبعا هتكون حلقه. وعليكم السلام كابتن محمد، اشكرك على المقدمه الهايله ديت الجميله، وانا ما استحقش كل دوت. وفي الحقيقه برضك يعني ايه، تحياتي لكل اسره الهوكي في جمهوريه مصر العربيه وخارج الجمهوريه طبعا من الشباب بتوعنا. اسمح لي، بما انك دربت لاعبين كثيرين وخرجت لعيبه كتير جدا على مستوى عالي جدا على مستوى دولي، فالسؤال المعتاد طبعا في كل حلقه اسال حضرتك اعمل لنا فريق الاحلام، بحيث ان حضرتك تعمل لنا ميكس اجيال لو امكن. بل مصر يعني كانت دايما على مدار عصورها بتعمل لعيبة كتير جدا يعني، والتاريخ بيقول في لعيبة كتير قوي، لكن انا معلش يعني ايه هختار مجموعة طبعا يعني من جيلي وجيل طبعا اللي انا دربته واللي كان ليا الشرف ان انا دربته حارس يعني. المرمى طبعا أسامة، وفي طبعا حراس مرمى كتير جدا على برضك يعني زي هيثم وزي الكابتن وائل فهيم وزي الكابتن محمد طنطاوي، لكن احنا هنختار برضك من الايه من الجيل بتاعنا اسامه حسنين. بختار طبعا محمد ابو اليزيد وعمرو عبد الفتاح، ومعاهم عمرو محمدي الله يرحمه وعبد الخالق كابتن عبد الخالق ابو اليزيد. في نص الملعب هختار احمد عباس، وعلى يمينه مجدي عبد الله، وعلى يساره ميد ليفت اشرف شفيق. بعد كده بنختار محمود سمير من الصلب جناح ايسر، وبنختار كمان جمال عبد الله كابتن جمال عبد الله وينج رايت، لان هو ده المكان اللي كان بدأ بيه، فانا طبعا كنت معجب جدا بأدائه. ونختار كمان معاه احمد الجنايني اللي هو مكشة، ده برضك لعيب كويس جدا من الجيل الحالي يعني. نختار كمان الكابتن جمال امين كلاعب برضك يعني ممكن يلعب في المكان اللي الجناح الايسر، مع يعني يبقى كمان، لان طبعا جمال امين عمره ما يبقى بديل، بس يعني هنقول بقى الكابتن جمال امين يعني معانا برضك. ونضيف كمان للمجموعة دي كمان لاعب آخر من الصلب الكابتن محمد سمير. الله عليك الله عليك يا كابتن صابر، التشكيل جميل جدا جدا جدا، وفكرتني بلاعبين على مستوى عالي جدا مهاريا واخلاقيا. شكرا جزيلا جزيلا. دلوقتي طبعا احنا بنعود للحلقة والاسئله، الحالات العامه اللي احنا بنطرحها على المدربين اللي احنا بنستضيفهم. فانا هستغل حضرتك وخبره حضرتك في شرح لينا الحالات الضغط المستمر اللي احنا او اي فريق بيتعرض ليها اثناء اللعب في مباراه دوليه خارج القاره الافريقيه، وعايزين نعرف ازاي نقدر نتحول من الضغط للهجوم مع الاحتفاظ بالتمركز الجيد بالنسبه للاعبين. علشان اتحول، عشان اتحول من الدفاع للهجوم لازم اولا اعرف الفريق المنافس واقف ازاي. فلو جينا بصينا على الفريق المنافس هنلاقي ان في ثلاثة مهاجمين مع ثلاثة مدافعين، ثلاثة المدافعين بتوعنا اللي هم سنتر ديفندر ورايت ديفندر وليفت ديفندر، واقفين الاثنين المهاجمين، واحد اثنين واقفين على القوائم وواحد واقف في منتصف الدايرة على نقطة ضربة الجزاء، وطبعا عمالين بيتحركوا، في المدافعين بتوعنا برضك ايضا بيتحركوا معاهم. لعيب الوسط منهم، لعيب الوسط بتوعنا احنا منهم اللي بيراقب ومنهم اللي بيواجه على اول الدايرة مع السويبر اللي هو مسؤول عن التغطية والمواجهة برضك مع لعيب الوسط. طيب خط المهاجمين لفريقنا اللي هم الجناحين والسنتر فيلود، الجناحين دول مسؤولين عن دفاع المنطقة، وايضا السنتر فيلود مسؤول عن دفاع المنطقة برضك مع اللاعبين اللي موجودين في الخلف، خلف الكرة للفريق المنافس. طيب كيف يتم لنا التحول من الدفاع للهجوم؟ اول حاجة طبعا زي ما قلنا استخلاص الكرة، ايا كان بقى اللعيب اللي استخلص الكرة دوت على طول لازم يفكر في حاجتين، يا اما يلعب الكرة للجناح الايمن او للجناح الايسر بشكل قطري، دي رقم واحد، يلعب الكرة للجناح الايمن او للجناح، وكمان الجناح الاخر ياخد مكان على القائم الاخر، وميد فيلد طبعا بيتحرك للامام لفريقنا اللي يكون بعملية الايه المساند. جميل جميل جدا يا كابتن صابر، جميل جدا الخطه بتاعتك، خطه اللعب جميله جدا والانتشار جيد جدا، واعتقد انها خطه مميزه جدا
ممكن نلعب بيها قدام فرق قوية كتير. في طريقتين يا كابتن محمد. الطريقة الأولانية إن أنا أستعين بلاعب وسط من البدلاء يدخل مكان لاعب مهاجم، أو لاعب مهاجم يقوم بدور لاعب الوسط، بحيث إن الطريقة برضك بتاعتي تكون 4-3-2 مهاجمين، 4 مدافعين، 3 وسط، 2 مهاجمين، ويكون في لاعب الوسط لاعب عنده سرعة انطلاق واللياقة البدنية بتاعته تكون عالية، بحيث إن هو يتحرك للأمام ويقدر يرجع ويرتد للخلف. واسمح لي بقى يا كابتن محمد كمان اضيف نقطة مهمة جدا. لما بيبقى فيه لاعب مطرود من الفريق لابد ان احنا نلجأ الى الهاف كورت، ودي على فكرة موجودة في ثقافة الجانب الخططي على مستوى العالم كله. اول ما يبقى فيه لاعب يطرد سواء كارت اخضر او اصفر، على طول الفريق بيلجأ الى الهاف كورت، يعني بيرجع او بيختار لطريقة الضغط اللي هي الى منتصف الملعب، سواء كان استراليا، المانيا، هولندا، اي فرقه من فرق العالم. ودي برضك ثقافه بيسموها ثقافه الجانب الخططي، ان الموضوع بالنسبه لهم ايه، ما عادش زي الاول، يعني ما يعني لا الموضوع بيتحسب كويس قوي. شكرا شكرا جزيلا يا كابتن صابر، حقيقي يعني درس جميل جدا هنستفيد منه جميعا اكيد، وطبعا شكرا مرة تانية ان انت اتحت لنا الفرصة دي ان احنا نعمل مع حضرتك الحديث الصغير ده، واتمنى ان حضرتك يكون عندك وقت في المستقبل ان احنا نعمل حوار تاني ان شاء الله. شكرا جزيلا.